وممكن اخش في الايموجنسي ريسبونس يا دكتور هشام، ممكن اشوف كده ايه على حسب الظروف. ما عندكش مش بالتريجر دي نظام معين. انت اصلا بتذاكر جزء دكتور وجدي ولا خاطر فاضل له خالص؟ مفيش يعني مفيش كويزات فكان فاضل يعني ما بلاش حاجه زي كده عشان ايه؟ ما تنسوش بس قدامك. كلها نيجاتيف فيدباك، بعد كده اشتغلنا كمان على ايه؟ دايره اللي هي دايره المبادره. وخدنا مسالتين اللي هم 6 و7 في الشيت المقطع الرسومات زي ما قلنا، وقلنا المسالتين دول مهمين عشان نروح نحسب البيوتي سايكل والقصه دي، خلاص؟ النهارده هناخد حاجه اسمها دايره شمتريك. دي بقى ولا هي نيجاتيف فيدباك ولا هي نو فيدباك، لا دي بوزيتيف فيدباك، خلاص كده؟ فتعالى نشوف بقى الدايره دي ايه نظامها وبنتعامل فيها ازاي ونفهم بقى القصه بتاعتنا. دايره شمتريك تريجر دي المفروض ان هي بتبقى حاجه زي الكومباريتور بس ليه تو ليفلز. يعني ايه؟ يعني احنا عارفين ان الكومباريتور لو الجهد عدى قيمه معينه الاوتبوت يبقى بوزيتيف، لو الجهد اقل عن قيمه معينه الاوتبوت يبقى ايه؟ نيجاتيف. يعني مثلا كومباريتور لو انا قارنت مثلا بعمل كده ده كده مثلا 10 ساين اوميجا تي مثلا، ودي عباره عن 5 فولت، تمام؟ فبيقول لك ايه؟ طول ما ال 10 ساين اوميجا تي دي اكبر من 5 يبقى الاوتبوت ايه؟ هاي. لكن لو ال 10 اقل من 5 يبقى الاوتبوت مين؟ لو، خلاص كده؟ طبعا هاي او لو يعتمد على اللي انت حاطه هنا في سي سي ونيجاتيف في سي سي ولا تحت ممكن يكون ايه؟ جراوند، خلاص كده؟ طيب هنا بقى نفس الفكره بس بتقارن مع حاجتين مختلفين. يعني ايه حاجتين مختلفين؟ يعني ممكن تقول لو ال 10 اكبر من ال 5 هبقى هاي، لكن لو ال 10 ساين اوميجا تي اقل من 3 هبقى لو، خلاص كده؟ فبيسميه ايه؟ تو ليفل كومباريتور، يعني في حاجتين بنقارن بينهم، خلاص كده؟ تعالى نفهم ايه القصه دي. بص، اولا الدايره بتبقى بالمنظر ده اللي هي شبه دايره الانفرتنج اوب ام، خلاص كده؟ بس الفرق الرئيسي ان هي بتبقى ايه؟ بوزيتيف فيدباك. يعني ايه بوزيتيف فيدباك؟ يعني الاوتبوت راجع بين مع مين؟ مع البوزيتيف، خلاص كده؟ فدي بنسميها دايره الانفرتنج، سوري دايره شمتريك بوزيتيف فيدباك. دايره الانفرتنج بتبقى هي هي بالظبط بس الفيدباك بيبقى مع مين؟ مع النيجاتيف، خلاص كده؟ فنخلي بالنا من الجزئيه دي. طيب ده اول حاجه، يبقى اول لما تلاقي بوزيتيف فيدباك يبقى دي دايره شمتريك، هي دي الدايره الوحيده اللي في المنهج بوزيتيف فيدباك. انت هتحفظ الرسومات اصلا. دايره شمتريك دي لازم تحفظها. يعني على الاقل دي بالذات يعني. لان دي هي الدايره الوحيده اللي هي بوزيتيف فيدباك. خلاص كده؟ طبعا الناس حفظتها السنه اللي فاتت والدكتور جابها اصلا اتلخبط فيها فايه؟ فاداهم ضربات في الاخر. يعني هو جابها انفيرتنج اصلا. ماشي؟ يعني جابها انفرتنج والناس حلتها على انها شمت تريجر لان هي مرسومه شمت تريجر فبالتالي طلع ان هو كان يوصل للانفرتنج، تمام؟ المهم يعني انت هتحفظ دايره شمت تريجر ده كده كده لازم. وبالنسبه لي دايره سبتراكتور برضه عشان دي دايره برضه صعبه في الاناليسيس بتاعها، لكن الباقي انت تقدر تعمل اناليسيس بسهوله، خلاص كده؟ طيب بس طبعا اهم حاجه نحفظها هي الدايره دي، اهم واحده ان انت تحفظ شكلها، وهي سهله لان هي الوحيده اللي بوزيتيف فيدباك زي ما انت شايف، خلاص كده؟ طيب بص، بوست فيدباك وده الانبوت وده في سي سي وده نيجاتيف في سي سي اللي هي ممكن برضه يستبدلها بمين؟ بجراوند. خلي بالك من الحته دي. طيب وهنا في مقاومتين ار 1 وار 2 وهنا في في بنسميها في ريفرنس، خلاص كده؟ طيب اللوجيك بتاع الدايره دي زيه زي الكومباريتور، طالما مش نيجاتيف فيدباك يبقى زيه زي مين؟ الكومباريتور. اللي هو ايه يعني؟ والله يا باشمهندس لو الفي الموجبه اللي هي بنسميها الفي داش اكبر من الفي السالبه يبقى اذا الاوتبوت هو ايه؟ في سي سي. لو الفي الموجبه اقل من الفي سالبه يبقى الاوتبوت هو مين؟ لو اللي هو نيجاتيف في سي سي او جراوند على حسب الرسمه واصله ازاي، خلاص كده؟ طيب بص، قبل ما نشوف الدايره بتشتغل ازاي يعني هنجيب شويه قوانين الاول. لو انا قلت لك انا عايز اقسم الفي دي بكام؟ الفي داش، هتقول لي ايه؟ الفي داش كده كده هل في تيار هنا اصلا؟ لا. فالفي داش ممكن اجيبه ازاي؟ اعتبر ان دول فولتين بيشتغلوا بالسوبر بوزيشن، يعني مره اشغل ده واحسب الفي داش ومره اشغل ده واحسب الفي داش، خلاص كده؟ فلو عايز الفي داش كقانون عام هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى لو عملت ده جراوند تبقى الفي او في ار 2 على مجموع المقاومتين، صح كده؟ زائد لو عملت ده جراوند هيبقى في ار في المقاومه اللي هنا بقى دي ده على مجموع المقاومتين، صح كده؟ فالفي داش هتبقى ار 1 على ار 1 زائد ار 2 في الفي ار ده الجزء الاولاني زائد الجزء الثاني لو انت شغلت ده وضفت دي هتبقى ار 2 على ار 1 زائد ار 2 في الفي اوت، خلاص؟ يعني مره
خلي الدايره اللي فوق شغال وده جراوند، ومره ثانيه ده شغال وده جراوند، وفي جميع الاحوال بتحسب جهد النقطه دي بكام. خلاص كده؟ واضح؟ فاهمين دي جت ازاي ولا لا؟ ماشي. انت عندك عايز تجيب ال V داش دي، فهجيبها مره لو ال VR شغاله، يعني هتبقى كده. هقول لك هنجيبها ازاي. هعملها اهي. طيب احنا عايزين نجيب ال V دي، فهجيبها للسوبر بوزيشن. سوبر بوزيشن يعني مره اشغل ال V اوت واطفي ال V اون، صح؟ فانت لو انت عايز جهد النقطه دي هيبقى مين؟ اللي فوق، اللي فوق في المقاومه اللي تحت على مجموع الاثنين، صح كده؟ اهي ار 2 على ار 1 زائد ار 2. طيب لو هتعمل العكس عشان تجيب بتعمل سوبر بوزيشن، فهشغل ده واطفي ده، صح؟ وعايز جهد النقطه دي، حلو ده كده ار 2 ومره 1. يبقى جهد النقطه دي بالنسبه للار مش هي عباره عن المقاومه دي على مجموع المقاومه دي، صح كده؟ يبقى اذا الجزء ده هيبقى في ار في ار 1 على ار 1 زائد ار 2، صح كده؟ ايه اللي كان قلبت دي يعني؟ قلبتها تبقى الفولت اللي على المنطقه دي من هنا للار دي يعني عباره عن في ار في ار 1 على مجموع الاثنين، صح كده؟ فكده انا عملت سوبر بوزيشن، خلاص؟ هي المشكله دي ازاي بنحسب في داش كقانون عام؟ واضح؟ يبقى ده القانون العام بتاع الفي داش. طيب بص، هل الفي داش قيمه ثابته ولا متغيره؟ لا متغيره. ليه متغيره؟ لانه الفي داش من القانون العام ده تعتمد على ايه؟ بص الاراضي ثابته ماشي، الفي ار قيمه ثابته برضه بطاريه مثلا، لكن الفي اوت هل دايما ثابته في سي سي او نيجاتيف في سي سي؟ لا بتتغير. يبقى انا لازم ابقى عارف ان انا عندي قيمتين للفي داش، ايه هما بقى؟ قيمه الفي داش، قيمه الفي داش اللي هي لو إيه القيمه الاولى للفي داش اللي هي ايه؟ لو حطيت دي بكام؟ في سي سي. والقيمة الثانية للفي داش هتحط دي بكام؟ نيجاتيف في سي سي، صح كده؟ طيب امتى هتحط الفي داش هنا في سي سي وامتى هتحط لها نيجاتيف في سي سي؟ بص احنا قلنا لو الفي اللي هنا الفي البوزيتيف اللي هي الفي داش اكبر من الفي نيجاتيف يبقى الاوتبوت هو مين؟ في سي سي. لو اقل يبقى الاوتبوت مين؟ نيجاتيف في سي سي. يبقى احنا عندنا قيمتين للفي داش، قيمة الفي داش اللي هي لو الفي داش اكبر من الفي نيجاتيف الاوتبوت هيبقى في سي سي، وساعتها هنسميها في 1 داش وهنحط في اوت بكام؟ ب في سي سي، صح كده؟ القيمه الثانيه للفي داش هتبقى لو الفي داش اقل من الفي نيجاتيف الفي اوت هتبقى مين؟ نيجاتيف الفي سي سي، وساعتها الفي داش هنسميها في 2 داش ونحط هنا ايه؟ نيجاتيف في سي سي، خلاص كده؟ يبقى احنا بشكل مبدئي جبنا قانون عام للفي داش، ده هيشتغل عند الفي سي سي او عند النيجاتيف في سي سي، صح كده؟ لو الاوتبوت في سي سي هنسميها في 1، لو الاوتبوت نيجاتيف في سي سي هنسميها ايه؟ في 2 داش، خلاص كده؟ واضح؟ ايه الفي نيجاتيف؟ الفي نيجاتيف اللي هي الفي ايبوت، اللي هي الفي ايبوت، هو النيجاتيف بالنسبه لنا دي. طيب بصوا احنا عايزين نعرف فكره عمل الدايره بقى بالمنظر ده، فطبعا هيبقى فيه كيرف وهيبقى فيه السيركت اوبريشن هنكتبها مع بعض كده واحده واحده ونفهمها عشان نعرف بقى ايه الكيرف ده ونشوف المسائل على الحاجات دي عامله ازاي. الكيرف ده اللي هو علاقة الأوتبوت مع الإيبوت، خلاص كده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ بيقول لك في البداية خالص الآلة دي بتشتغل إزاي؟ أول حاجة في البداية خالص الـ V إنبوت، الـ V إنبوت هنفترض إن هي أقل من الـ V داش، خلاص كده؟ لأن الـ V داش دي اللي هي مين؟ يا هتبقى القيمة دي يا هتبقى القيمة دي، صح كده؟ تمام؟ فهنفترض في البداية إن أنا بادئ V إنبوت من زيرو، خلاص كده؟ حلو، اللي هي أقل من الـ V داش عموماً، حلو؟ بص يبقى لو البدايه بتاعتك ان في اقل من في داش فالمفروض المفروض ان في الحاله دي الاوتبوت يبقى ايه؟ ها؟ الاوتبوت يبقى في سي سي، صح كده؟ وساعتها الفي داش اسمها مين؟ في 1 داش، صح كده؟ تمام؟ طيب بالمناسبه مين اكبر؟ في 1 داش ولا في 2 داش؟ مين اكبر؟ ده هو هو بس الفي 1 داش هنا موجب اما هنا ايه؟ سالب، فدايما الفي 1 داش طبعا اكبر. طيب بص يبقى 4 الفي انبوت اقل من الفي داش الفي اوت هيبقى هاي والفي داش ساعتها هي الفي 1 داش، صح كده؟ يبقى بص الفي اوت هيبقى هاي اللي هو في سي سي، تمام؟ الفي اوت هيبقى هاي اللي هو الفي سي سي، حلو قوي. طب سؤال بقى، لو انا ابتديت ازود الفي انبوت، حلو ابتديت ازود الفي انبوت ايه اللي هيحصل؟ المفروض
خلي بالك بس ده هنسمي ده هفترض ان هنا ده في واحد داش والفي تو داش. ليه حطيت دي اكبر؟ عشان احنا قلنا دي واحد داش اكبر. طيب بص لو انت حاليا الاوتبوت بتاعك هاي ولا لو؟ حاليا هاي صح كده؟ طيب لو قعدت انا ازود في الفي انبوت قعدت ازود في الفي فضلت تزود كام في الفي زود براحتك الاوتبوت هيفضل ايه؟ هيفضل هاي لحد ما ايه اللي يحصل؟ لحد ما الفي ها؟ الانبوت تعدي الفي واحد داش صح كده؟ اه لا بص لو زودت الفي انبوت بس لو لحد ما الفي انبوت تعدي الفي واحد داش ساعتها الموضوع هيتقلب بقى ايه اللي هيحصل؟ لو الانبوت عدى الفي واحد داش يبقى الاوتبوت ماله؟ ها؟ نيجاتيف في سي سي صح كده؟ وساعتها لما الاوتبوت بيبقى نيجاتيف في سي سي الفي داش بيبقى اسمها ايه؟ في تو داش بقارن معاها اتقلب بقى في تو داش فساعتها الاوتبوت بقى لو عدى لو الانبوت عدى الفي واحد داش الاوتبوت هيبقى نازل رايح فين؟ للنيجاتيف في سي سي حد عمل اعتراض؟ خلاص؟ طيب لو فضلت ازود الانبوت تاني بقى خلاص قعدت ازود الانبوت تاني خلاص هو كده كده الانبوت حاليا اعلى من الفي واحد داش والفي اتنين داش ولا لا؟ لو فضلت تزود خلاص الفي ايه الفي انبوت اعلى من الفي داش كده كده فالاوتبوت ستيل ايه؟ لو هل في اي حاجه تتغير؟ لا يبقى انت لو قعدت تزود الانبوت الى ما لا نهايه الاوتبوت هيفضل نيجاتيف في سي سي الى ما لا نهايه خلاص كده؟ امتى بقى تبدا تقلق؟ لو الفي انبوت انت ابتديت تقللها خلاص كده الانبوت هو انا يعني ازاي الانبوت بقعد ازودها واقللها كده؟ هو كيرف زي كده مش الانبوت بيزيد ويقل صح كده؟ فانت الكلام المقصود انه لو الانبوت بدا بقى يقل اه بدا يقل ايه اللي هيحصل؟ قل براحتك عادي انت لسه نيجاتيف انا مش قلقان من حاجه ايه اللي بقى ايه؟ بص هيفضل يقل لحد فين؟ لو قل عن ايه تبدا تقلق او يبدا الموضوع يتغير؟ لو قل عن الفي داش صح كده؟ مش لو الفي انبوت قلت عن الفي داش ساعتها الاوتبوت هيبقى هاي؟ طيب الفي داش حاليا هي الفي واحد ولا الفي اتنين؟ اتنين اتنين اشمعنى؟ ليه يا باشمهندس؟ مش هي قلب دلوقتي صح؟ يبقى خلي بالك اقل براحتك لو قليت عن الفي 2 داش ساعتها الاوتبوت هيقل صح كده؟ يعني ايه الاوتبوت هيقل؟ يعني الاوتبوت هيبقى بوزيتيف في سي سي خلاص كده؟ وساعتها لو الاوتبوت بقى بوزيتيف في سي سي الفي داش تاني بتبقى مين؟ داش 1 تبقى في داش 1 صح كده؟ يبقى بص الوضع ده كالتالي هو عادة تاني يعني بس انا بقول لك ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الانبوت طول ما هو بيزيد براحته لكن لو عدى الفي 1 داش ينزل لو صح كده؟ طيب ايه اللي يخلي الاوتبوت يقلب هاي تاني؟ لو الفي انبوت قل عن الفي 2 داش بقى خلاص كده؟ يبقى انا هنا عندي تو ليفلز امتى اطلع؟ امتى اطلع؟ تطلع لو الانبوت زاد عن الفي 1 داش امتى انزل؟ امتى الاوتبوت يعني يتغير تاني؟ لو قليت عن الفي 2 داش صح كده؟ يبقى بص هل ده زي الكومباريتور؟ لا هو شبه الكومباريتور بس الكومباريتور كانت المقارنه على طول بمين؟ برقم واحد صح كده؟ لكن هنا انت بتقارن بحاجتين الاوتبوت هيفضل هاي لحد ايه؟ ما الانبوت يزيد عن الفي 1 داش خلاص الاوتبوت هينزل له. طب ايه اللي يرجع الاوتبوت هاي تاني؟ ها؟ لو قليت لو الانبوت قل عن الفي 2 داش خلاص كده؟ فانا هنا عندي تو ليفلز مش ليفل واحد خلاص كده؟ واضح؟ يبقى فكره العمل تاني بتاعه الدايره دي او ازاي الرسمه دي جت بالمنظر ده بص في البدايه خالص الفي انبوت اقل من الفي داش افترض كده لان هي بادئه من الزيرو هي اقل من الفي داش عموما صح كده؟ فالفي اوتبوت في الحاله دي بكام؟ هاي ماشي مش ده اللوجيك بتاع الدايره؟ حلو لو الفي اوتبوت هاي ايه اللي هيغيره؟ لو انا قعدت ازود الانبوت لو انا قعدت ازود الانبوت وعديت الفي 1 داش ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها الاوتبوت يبقى من هاي للو خلاص كده؟ حلو طب ايه اللي يغير الاوتبوت تاني؟ يعني ايه اللي يرجعه هاي تاني؟ لو الانبوت قل عن الفي 2 داش ساعتها الاوتبوت هيقلب من لو لهو خلاص كده؟ واضح؟ تمام؟ طيب يبقى ده كده فكره عمل الدايره. شويه قوانين بقى للدايره عشان نحل ايه؟ مساله عليها. انت مطالب بمسالتين في الجزء ده، مساله طبعا شفت تريجر لو جت مش هتيجي لوحدها، هتيجي معاها ايه؟ دوائر بقى وام او بعد كده ثلاث خمسات لما ناخدها هتبقى دوائر ثلاث خمسات خلاص كده؟ طيب المهم دايره الشمت تريجر مطالب ان انت تعرف حاجتين. اول حاجه تحل المساله اللي هتحلها بالارقام زائد مساله ثانيه اللي هي بتاعت الويف فورم خلاص؟ هو الناس اللي جايه دي انت مش هتفهموا اي حاجه مش هتفهموا اي حاجه فبالتالي ما تنصحوش انتوا خلاص. انا بقول لكم بجد ان انا كده يعني خلصت نص الشمت تريجر فانتوا مش هتفهموا حاجه. بقول لكم بس انتوا اقعدوا اقعدوا بس يعني مش هتبقوا فاهمين بنسبه كبيره. طيب الجزء بتاع يبقى
زي ما قلنا الجزء بتاع شمين تريجر هيبقى عندنا 2 ليفلز بكارمن. خلاص بصوا تعال نشوف ايه القوانين اللي محتاجينها في الجزء ده. ايه القصه دي بقى؟ تعال نشوف ايه الفي هيستريسز والفي سيتنج بوينت. الهيستريسز فولتج اللي هو عباره عن في 1 داش ناقص في 2 داش. خلاص كده؟ طيب الفي 1 داش ناقص في 2 داش يعني تطرح ده من ده. لما تطرح المعادلتين دول من بعض يطلع لك ايه؟ الجزء ده هيدي اللي هو متناسب صح كده؟ اما الجزء ده هيدي لك ايه في النهايه؟ 2 في سي سي من الكلام ده صح كده؟ يبقى الفي هيستريسز هيبقى 2 في سي سي في ار 2 على ار 1 زائد ار 2. طيب ده التعريف الاولاني. في تعريف تاني عشان لو جافك لو جه في الامتحان ولا حاجه تبقى عارف ده ايه. خلاص كده الفي سيتلينج بوينت. الفي سيتلينج بوينت ده عباره عن الفي 1 داش زي الفي 2 داش على 2. يعني ايه الفي سيتلينج بوينت؟ لو قلت لك مثلا ده 10 وده 8 يبقى المتوسط بتاعهم كام؟ اللي في النص بكام؟ ب 9. ازاي جبته؟ 10 زائد 8 على 2 صح كده؟ فالقانون بتاعه هو ايه؟ هجمع ده زائد ده واقسم على 2. فلو جمعت ده زائد ده الترم ده هيطير صح كده؟ هيبقى لك الترم ده بس لسه هتقسمهم على 2 هيبقى لك مين؟ واحد بس منهم صح كده؟ اللي هو هيبقى ال في ار في ار 1 على ار 1 زائد ار 2. خلاص كده؟ تمام؟ طيب الجزء ده او عموما يعني شمين تريجر دي بتستخدم في ايه؟ بتستخدم مثلا في التحكم في درجه حراره الافران مثلا. انت عندك المفروض انه انت عايز دلوقتي الاوتبوت يبقى شغال حلو؟ امتى تدي الارم؟ امتى تدي انذار؟ لو درجه الحراره عدت حاجه 100 مثلا صح كده؟ بس مش لازم بقى 100 شهر، لا بتدي سماحيه اللي هو ايه؟ من 101 مثلا ل 99 خلاص كده؟ لو انا عديت ال 101 افصل او ادي الارم يعني صح كده؟ طب امتى ارجع اشغل تاني؟ لو درجه الحراره بقت 99 صح كده؟ ارجع اشتغل عادي تاني من غير الارم صح كده؟ يعني اذا مش قيمه مش قيمه شارف، لا قيمه فيها باند كده حلو؟ يعني انا عايز الفرن بتاعي مثلا يبقى يدي الارم لو درجه الحراره عدت 100 بقت 101 خلاص هتدي الارم. طيب امتى الارم يفصل؟ لو درجه الحراره قلت عن 101 لا انا عايز درجه الحراره تقل عن كام؟ مثلا 99. لو قلت عن 99 خلاص وقف الارم. فاهمين الفكره؟ واضح؟ فعشان كده بيستخدموا القصه دي تمام؟ ايه بقى الفي سيتلينج بوينت اللي هي تقابل درجه الحراره السيتلينج بوينت بتاعها اللي انت بتظبط عليها الفرن مثلا اللي هي 100 صح كده؟ والهيستريسيس دي بتعبر عن الويندو اللي انت محتاج ايه او الرينج اللي انت محتاج تسمح بيه خلاص كده؟ يعني مثلا لو ده 100 وده 101 وده 99 صح كده؟ طبعا التمبريتشر تقدر تحولها الى فولت باستخدام بقى ترانسديوسر باستخدام اي حاجه تقدر تحول التمبريتشر الى فولت خلاص كده؟ واضح؟ فده بيستخدم في التحكم في درجات الحراره تحديدا اللي هي درجات الحراره العاليه عشان بيبقى فيها رينج من السماحيه خلاص كده؟ طيب ده كده الجزء بتاع شمين تريجر مبدئيا كقوانين او حاجات تبقى عارفها. تبقى عارف اول حاجه الدايره نفسها حافظ شكل الدايره اللي هي دايره البوزيتيف فيدباك دي تمام؟ تبقى فاهم اللوجيك بتاعها ان لو الفي بوزيتيف عدت الفي نيجاتيف الاوتبوت هيبقى هاي لو العكس الاوتبوت هيبقى لو صح كده؟ زي كومبارتر ماشي؟ بس المشكله هنا ان الفي داش اللي انت بتقارن بيها دي لو جبت لها اكسبريشن بالسوبر بوزيشن زي ما قلنا اللي هو في نود في ار 2 على مجموع المقاومتين زائد في ار في ار 1 على مجموع المقاومتين بالسوبر بوزيشن كده جبنا القانون لقينا ان الفي داش دي تعتمد على الفي اوت. وهل الفي اوت بتبعتها ثابته ولا متغيره؟ متغيره ممكن تبقى في سي سي او نيجاتيف في سي سي. فبقى عندي قانونين للفي داش واحده اسمها في 1 داش واحده اسمها في 2 داش اللي هم مين؟ دي اعلى من دي دي كده اعلى من دي خلاص كده؟ واضح؟ وبعد كده قلنا بقى السيركت اوبريشن دي شرحنا الكيرف ده بقى شغال ازاي يعني في النهايه وعرفنا جهدين اللي هو الفي هيستريسيس والفي سيتلينج فيها يعني مشكله دي؟ واضح؟ ده جه ازاي؟ بص احنا قلنا ان لو الفي داش اللي هي الفي موجبه اعلى من الفي السالبه الاوتبوت هيبقى ايه؟ هاي صح كده؟ طب لو الفي داش اقل من الفي السالبه يبقى ايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت لو تمام؟ فقلت لو الفي داش اكبر من الفي نيجاتيف ساعتها الاوتبوت هيبقى في سي سي
لو العكس الاوتبوت هيبقى مين؟ نيجاتيف في سي سي. وبالتالي طالما الاوتبوت ليك اختلف يبقى الفي داش بتعتمد على الاوتبوت. فاعرف دي الفي داش ساعتها هسميها في 1 داش. وهنا ساعتها الفي داش هسميها ايه؟ في 2 داش. مين اكبر؟ الفي 1. ليه؟ لان الجزء ده بوزيتيف اما الجزء ده نيجاتيف. صح كده؟ تمام؟ فدي كانت قوانين. ايه بقى؟ لا لكن الفيتو داش هتبقى ايه؟ اللوك بتاعها بزيرو صح كده؟ فلايت تمام؟ فساعتها بقى حته الفي هيستريسز والفي سيتلينج بوينت لا مش هشتغل بالقوانين دي. امال هشتغل بالقوانين العامه اللي هي في 1 داش ناقص فيتو داش اطرحها. وهنا السيتلينج بوينت اجمعهم ويسعوا على كده. يعني القوانين دي حاله خاصه في حاله الايه؟ اللو نيجاتيف في سي سي صح كده؟ تمام؟ طيب وطبعا الاوتبوت نفسه شكل الاوتبوت ده هيبقى كده ولا اللي هو هيبقى كام؟ زيرو مش هيبقى تحت كده ماشي؟ طيب ده كده فكره الشميت تريجر ككونسيبت ماشي؟ تعال نشوف كمسائل في الاخر مش هتبقى حاجه صعبه. لو الشميت تريجر تمام؟ بص هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الدي انبوت بتساوي 0.01 تي يعني كده بيدي لك علاقه مباشره بين الفولتات والايه؟ والتمبريتش خلاص كده؟ يعني الفولت اي فولت بقى اي فولت هنشتغل بيه هيبقى 0.01 في التي تمام؟ طيب وقال لك ان درجه الحراره من كذا لكذا حلو؟ دي اكيد مديها لك عشان تجيب مين يا جماعه؟ عشان تجيب الفي 1 والفي ايه؟ والفي 2 داش صح كده؟ طيب ادي لك الار 1 بتاع الدايركت شميت تريجر المقاومه اللي فوق دي مديها لك 100 كيلو والفي سي سي 12 قال لك هات لي الار 2 والايه؟ والفي ار بتاعت الدايره دي ماشي؟ فاحنا هنعمل ايه؟ اول حاجه هحسب الفي 1 داش والفي 2 داش. الفي 1 داش هتبقى 0.01 في درجه الحراره اللي هي 280. الكلام ده هيطلع الفي 1 داش تقدر تحسبه سوري الفي 1 داش الكبيره ولا الصغيره؟ انا كده كاتبها غلط. الكبيره ولا الصغيره؟ الفي 1 داش الكبيره يبقى دي في 320 اما دي في 280 صح كده؟ دي لازم تبقى كبيره. خلاص فالكلام ده هيطلع ده 3.2 ده 2.8 فولت خلاص كده جبت الفي 1 داش والفي 2 داش ماشي. بص لو انت عايز تحسب الار 2 والفي ار فانت عندك حل من اثنين يا تعمل زي ما زمان اللي هو جايب الفي اتش حسبت الفي اتش صح كده هعمل لك الطريقتين هشتغل بطريقه الفي اتش والفي سيتلينج بوينت مش دول معادلتين ولا لا احلهم مع بعض اعرف اجيب المجهولين او ارجع للقوانين العامه اصلا بتاعت الفي 1 داش والفي 2 داش واحلهم مع بعض هيطلع نفس الاجابه صح كده اللي هي ايه هتقول الفي 1 داش بكام الفي 1 داش 3.2 ايكوال معادله الفي 1 داش اللي هي في ار في ار 1 على ار 1 زائد ار 2 تمام زائد في سي سي في ار 2 على ار 1 زائد ار 2 طيب اما الفي 2 داش عباره عن ايه اللي هي 2.8 اللي هي في ار في ار 1 على ار 1 زائد ار 2 ناقص طبعا هنا طالما ما رسملكش وما قالكش اي حاجه فانت مفترض ايه؟ بوزيتيف ونيجاتيف في سي سي خلاص كده؟ يبقى ناقص في سي سي ار 2 على ار 1 زائد ار 2 خلاص؟ بص اولا لو احنا المعادلات دي دي مثلا نسميها المعادله رقم 1 ودي المعادله رقم 2 حلو؟ هنعمل ايه؟ لو طرحنا المعادلتين من بعض حضرتك قلت لو كان جراوند هتحط البي سي هتحط ايه دي؟ دي بس اللي صح كده؟ لو جراوند يبقى نص ماشي؟ طيب خلاص دي خليها على جنب بقى دلوقتي كده طيب كده معادله واحد واثنين هنحلهم مع بعض ازاي؟ احنا عايزين نحسب مين؟ ايه المعلوم بالنسبه لنا؟ الار واحد معروف صح كده؟ لكن الار 2 مجهوله ماشي؟ فانا ممكن اعمل ايه؟ لو طرحت المعادلتين من بعض واحد ناقص اثنين هيدي لك ايه بقى؟ هيبقى 3.2 ناقص 2.8 ده راح من ده ايكوالز ده هيطير ولا لا؟ الجارتي هيبقى لك 2 في سي سي في ار 2 على ار 1 زائد ار 2 انت عارف الفي سي سي ولا لا؟ عارف الفي سي سي اللي هي ب 12 والار 1 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 100 كيلو خلاص كده؟ فتعرف تحسب ار 2 طبعا كده في الحاله دي الار 2 هتطلع بالكيلو اوم خلاص كده؟ يبقى تعرف تحسب الار 2 المعادله دي هيطلع الار 2 ب 1.69 كيلو خلاص خلصت الار 2 اجيب ازاي الفي ار هجمع خلاص هيبقى 1 زائد 2 هيبقى 3.2 زائد 2.8 ايكو 2 في ار في ار 1 على ار 1 زائد ار 2
خلاص كده؟ عندنا الار واحد والار اتنين وبتقدر تحسب مين؟ الفي ار. هيطلع معاك الفي ار ب 3.04. دي طريقه حل. في طريقه حل ثانيه، مش احنا حافظين قانون الفي هيستريسيس والفي سيتنج بوينت صح؟ برضه من المعادلتين بتوع الفي هيستريسيس والفي سيتنج بوينت هنحل المعادلتين ونجيب ايه؟ الار 2 والفي ار. دي هتلاقيني حللها كده في المنزل ماشي؟ لكن انا ممكن ولا احفظ الفي هيستريسيس ولا حاجه، هشتغل على طول بالقوانين العامه دي. خلاص كده؟ واضح؟ فيها مشكلة؟ تمام؟ يبقى دي أول مسألة اللي هو ادالك علاقة ما بين الفولتات والتمبريتشر، فأي تمبريتشر لو ضربتها في الرقم ده تجيب اللوم. فهنا جبت الفي واحد داش والفي تو داش وكتبت المعادلات بتاعتهم، حليت المعادلتين مع بعض، جبت الإيه؟ المجهولين اللي هو طلع. فيها مشكلة دي؟ واضح؟ طيب تعال نشوف مسألة تانية برضه مهمة على شمال تريجر، اللي هي مسألة إيه بقى؟ الرسم الويف فورم واحسب الديوتي سايكل والكلام ده. ماشي؟ دي من المسائل. هنخلي بس قدامنا الرسمه نفسها والشكل. المسائل اللي فيها ويف فورم تمام؟ بص طبعا زي ما خدنا المسائل دي خدناها قبل كده في الكومباريتور، صح كده؟ بس الكومباريتور كان كام ليفل بتقارن معاه؟ واحد، صح كده؟ هنا في اثنين ليفلز. ماشي؟ بص اول حاجه اديلك الدايره دي وقال لك احسب لي الديوتي سايكل بتاع الاوتبوت لدايره الشميت تريجر دي. ماشي؟ مبدئيا كده انا عشان اعرف احل المساله دي محتاج اعرف الليمتس بتاعت الايه اللي انا هقارن بيه، مين في البي 1 داش والبي 2 داش، صح كده؟ ده الانبوت اهو. حلو؟ يبقى الاول احسب لي البي 1 داش والبي 2 داش، ده اول حاجه، تمام؟ احسبهم ازاي؟ من الجيفنس بتاعت الدايره، خلاص كده؟ يبقى نقدر نحسب البي 1 داش والبي 2 داش من الجيفنس بتاعت الدايره بالقوانين بقى بتاعتهم. تعالى نحسبه كده، احنا هنخلي دي قدامي عشان ايه؟ هتفيدنا في الكلام ده. يبقى اول خطوه في المساله دي تحسب الفي 1 والفي 2. الفي 1 داش الفي 1 بالموجب ايه؟ الفي 1 موجب ار واحد زي ما انت شايف هي ال 100 والار 2 هي ال 20 والبي سي سي جايبها ب 12. فهتروح تكتب معادله البي 1 داش اللي احنا لسه جايبينها من شويه، تعوض بالار 1 والار 2 والبي ار بكام؟ البي ار ب 6 تمام؟ والبي سي سي جايبها والار دي تقدر تجيب البي 1 داش وبنفس القانون بس الاشاره في النص تبقى سالب تجيب الايه؟ البي 2 داش. طلع 3 و7، طلعت 3 و7. حط ال 3 و7 هنا، طبعا مش لازم توسكيت يعني بس بالحب كده وخلاص. هيبقى عندنا هنا 3 وهنا 7، خلاص 3 و7 تمام. بص اعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا هنا عندي تو ليفلز. يعني عندي تو ليفلز؟ يعني الاوتبوت بتاعي بيتحكم فيه اثنين ليفلز، واحد يطلعه وواحد ينزله، خلاص كده؟ ازاي بقى؟ المفروض طول ما الانبوت اهو ده الانبوت اقل من الفي داش عموما، اقل من الفي داش عموما الاوتبوت بيبقى ايه؟ هاي، صح كده؟ يبقى الاوتبوت هيفضل هاي في البدايه لحد فين؟ ايه اللي ينزله؟ ايه اللي ينزلك؟ ها؟ ان انت ها؟ الانبوت يعدي السبعه اللي هو الرقم العالي، صح كده؟ لو الانبوت عدى الرقم العالي ينزل. طب ايه اللي يطلعك بعد كده؟ ان انت تقل عن الرقم القليل، صح كده؟ فواحده انا اعملها لك واقول لك تحفظها ازاي يعني عشان تنجز نفسك في الرسم. بص اولا هتيجي تقول الانبوت كده، ده كده الاول، الاوتبوت هيفضل عالي في البدايه لان انا بادئ من الانبوت قليل زيرو، فالانبوت طول ما هو زيرو الاوتبوت هاي، الانبوت قاعد بيزيد تمام الاوتبوت لسه هاي لحد فين؟ لحد السبعه، خلاص كده؟ فبص يبقى الاوتبوت هاي لحد هنا، لحد هنا ماشي؟ هنا دي تنزل كده الاوتبوت هيبقى هاي في الحته دي. طيب وبعدين هتنزل للنيجاتيف في سي سي، حلو، هتفضل ماشي تحت كده لحد ايه؟ ايه اللي يطلعك؟ ايه اللي يطلعك؟ انا دلوقتي نزلت امتى هرجع هاي تاني الاوتبوت؟ لو الانبوت قعد يقل، قعد يقل لحد ما قل عن كام؟ قل عن التلاته، صح كده؟ فبص هنا الانبوت كده بيزيد، صح ولا لا؟ لا عادي خلاص بيزيد، يبقى انا لسه لو، صح؟ حلو كده بدا يقل اهو، يقل ماشي او قل عن التلاته هعمل ايه؟ هطلع، صح كده؟
فبص بقى انا بحب اعملها ازاي. انت عندك ادي السبعه وادي الثلاثه صح كده؟ في البدايه خالص هنا عند السبعه دي بتعمل ايه؟ هتنزل صح كده؟ يبقى كل السبعات دي هنا هتنزل وهنا هتنزل، لكن الثلاثات هيحصل لها ايه؟ الثلاثات هتطلع هنا عند الثلاثه، التقاطع مع الثلاثه هتطلع وهنا هتطلع وهنا خلاص؟ يبقى بص هتنزل تطلع تنزل تطلع وهكذا ماشي؟ يبقى أول حاجة السبعة دي أنت كنت هاي بقى هتنزل، هتبدأ بإن أنت هتنزل صح كده؟ هتنزل هنا. طيب وإيه اللي هيطلعك؟ لما تقاطع مع التلاتة حلو؟ إيه اللي هينزلك؟ لما تقاطع مع السبعة، لما تعلى عن السبعة صح كده؟ إيه اللي هيطلعك تاني؟ لما تقل عن التلاتة وهكذا خلاص كده؟ ماشي. أنت رسمتي فاهم رسمنا دول إزاي؟ طيب بعد ما رسمت دول المفروض اللوجيك بقى بتاع الدايرة بيقول إن لو الإنبوت بادئ من زيرو الاوتبوت هيبقى ايه؟ هاي صح كده؟ ففي البدايه خالص الاوتبوت هاي تمام؟ الانبوت دلوقتي قاعد بيزيد حلو، الانبوت هيفضل يزيد يزيد يزيد، امتى الاوتبوت ينزل له؟ لو عديت السبعه، لو الانبوت عدى السبعه صح؟ فادي فين السبعه؟ اهي، فلو عديت السبعه هنزل الاوتبوت هينزل له، خلاص الاوتبوت نزل له دلوقتي حلو؟ ايه اللي هيرجع الاوتبوت هاي تاني؟ ها؟ هو له دلوقتي، ايه اللي هيرجعه هاي تاني؟ لو الانبوت قل عن التلاته صح كده؟ فاهو خلاص الانبوت هيفضل له الاوتبوت هيفضل له حلو الانبوت كده قاعد بيهل اهو لو قل عن الثلاثه هيحصل ايه؟ الاوتبوت هيطلع تاني صح كده؟ فاول لما يقل عن الثلاثه كده الاوتبوت ده هيطلع. طيب هيفضل هاي لحد فين بقى؟ مش هفضل اعملها كل مره بقى لحد فين؟ ها؟ ايه اللي ينزله تاني؟ لو عدى السبعه خلاص؟ هنا عدى السبعه صح كده؟ فبالتالي هينزل هنا وبعد كده هيقل هيطلع تاني لو قل عن التلاته خلاص دي قل عن التلاته يبقى هيفضل بالمنظر ده خلاص فاهمين الفكره دي؟ تمام؟ يبقى ده كده شكل الايه؟ شكل الاوتبوت اهي كده ده شكل الاوتبوت في النهايه بالمنظر تمام؟ ده كده رسمه الاوتبوت خلاص. بص عايزين الديوتي سايكل، الديوتي سايكل هتبقى ازاي بقى؟ اولا بس هنا في سي سي وهنا نيجاتيف في سي سي. لو كانت المساله ان نيجاتيف دي محطوط عليها جراوند ايه اللي هيختلف في الرسمه؟ الشكل ده هيبقى عند الزيرو، اللو هيبقى عند الزيرو صح كده؟ والقيم نفسها بتاعت الفي 1 والفي 2 هتختلف. ليه؟ لان القوانين هتختلف صح كده؟ بدل ما الفي 2 داش كانت بتتحسب ان ده ناقص 12 في كذا لا هيبقى زيرو الجزء ده زيرو صح كده؟ واضح؟ المهم كده المساله دي كانت طبيعيه فاحنا اشتغلنا طبيعي ماشي؟ نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نجيب الديوتي سايكل. انت مبدئيا عندك الديوتي سايكل قلنا اول هاي دايما افكس لها دي ترانزيت دي ما تشتغلش بيها ليه؟ عشان دي مش كامله صح كده؟ بدليل ايه؟ بص الهاي اللي هنا دي بادئه منين؟ بادئه من هنا ومنتهيه هنا صح كده؟ اما الهاي الاولانيه دي بص في حته منها متاكله صح كده؟ يبقى اذا الهاي دي اللي انا هشتغل بيها دي كده التي هاي تمام؟ وده كله التي قلنا التي بجيبها من الانبوت على طول بتاع المساله دايما مسائل دي الانبوت هي هو اللي بيجيب لك التي يبقى التي بكام التي؟ بكام الشكل ده بكام كل قد ايه؟ 2 يبقى ده 2 مللي سكند خلاص؟ حد عمل اطلاع على كده؟ واضح؟ يبقى ده التي ماشي؟ طيب اجيب بقى التي هاي ازاي؟ ده بالتريجنومتري بقى طبعا تعمل شويه تريجنومتري كده زي ما هنشوف وتجيب التي تريجنومتري فين بقى؟ انا بحب نشتغل دايما عند رايت انجل تراينجلز يعني ايه؟ يعني المفروض التي اي ده هيساوي بص التي اي ده اللي هو المفروض من هنا لغايه فين؟ الزمن ده صح كده؟ ده اجيبه ازاي؟ بص هعمل هنا رايت انجل تراينجل كده تمام؟ واخد خلي بالك هاخد الحته دي عايز الحته دي معايا صح كده؟ طيب هاخد الرايت انجل تراينجل ده على جنب واتعامل معاه ماشي؟ انت عايز انهي زمن؟ انا عايز الزمن ده سمي لي ده مثلا تي اكس اللي هي الحته دي صح كده؟ اهو طيب والحته الصغيره دي سميها مين؟ التي واي تمام؟ حلو؟ التي اكس ازاي بجيبها والتي واي ازاي بجيبها؟ بص هنبدا الاول مثلث اللي اجيب منه التي اكس وبعد كده اروح للمثلث اللي اجيب منه التي واي ماشي؟ هيبقى الزمن تعالوا بقى نشوف الزمن هيبقى عامل ازاي؟ نزل مثلث التي اكس
مبدئيا تي اي ايكوال مين زائد مين؟ تي اكس زائد تي 1. حد من الناس عامله اختراع على كده؟ ها؟ طيب ازاي نجيب تي اكس بقى؟ هنجيب المثلث، هاخد المثلث ده على جنب واتعامل معاه. المثلث اهو كده، الزمن ده من 2 ل 3 يعني المسافه دي 1 صح كده؟ التي اكس اللي انا عايزها هي دي كده التي اكس ماشي؟ الارتفاع ده قد ايه والارتفاع ده قد ايه؟ ده ب 12، الارتفاع ده ب 12 والارتفاع ده بكام؟ ب 7 صح كده؟ يبقى بالسيميلاريتي بتاعت الترينجلز اقدر اقول ان التي اكس على 1 ايكوال ال 7 على ال 12 صح كده؟ اللي هو ده على الجزء ده كله ايكوال 7 على ال 12 صح كده؟ يبقى انا كده جبت التي اكس. طب التي واي نفس الكلام، هتاخد انهي ترينجل؟ هتاخد الترينجل ده ماشي؟ خد الترينجل ده على جنب كده اهو، ده اسمه التي واي، والمسافه دي كلها كام؟ ها؟ المسافه دي من هنا لغايه هنا بواحد. الارتفاع ده كام؟ 3. 3 بقى الارتفاع ده هنا 3 ماشي؟ يبقى الارتفاع ده 3 اما الارتفاع ده 12. يبقى اذا تي واي على الواحد ايكوال 3 على 12. يبقى انا كده جبت الايه؟ تي اكس والتي واي وحدتهم ايه برضه؟ ملي سكند، انا ما غيرتش حاجه في الزمن صح كده؟ يبقى اذا اجمعهم على بعض هيطلع تي هاي ايكوال تي اكس زائد تي واي اللي هو 10 على 12 خلاص كده؟ ده تي واي ماشي؟ يبقى الديوتي سايكل بتاعت المساله دي ايكوال تي هاي على تي اللي هو 10 على 12 على 2 ملي سكند خلاص كده؟ واضح؟ فمن هنا هتطلع الديوتي سايكل ب 41.5% خلاص؟ فيها مشكله دي؟ ديوتي سايكل يعني فتره الاون قد ايه من الزمن الكلي؟ مش الشكل ده بيتكرر بيريودك؟ لو فتره الاون زادت ايه اللي يحصل؟ الديوتي سايكل تزيد، لو فتره الاون قلت الديوتي سايكل تقل. فالديوتي سايكل الرقم بيتغير من زيرو لغايه 100% صح؟ لو الزمن بتاع الهاي قد اللو يبقى 50 صح كده؟ يعني الفتره الاون بالنسبه للبيريود ولا بالنسبه اللي هو شغال؟ لا الاون في البيريود، في البيريود لان الشكل ده بيريود خلاص؟ بس بتستبعد دايما اول واول جزء في الويف لان ده ترانزيت، فبتبدا من الهاي الثاني خلاص كده؟ يبقى اذا دي مسافتهم دي 1 داش ودي 2 داش، بس خلي بالك وانت بتحسبه من النيجاتيف بي سي سي موجوده ولا لا؟ ان هي لو مش موجوده الموضوع هيختلف صح ولا لا؟ هيختلف في مين؟ في البي 1؟ لا في البي مين؟ بي 2. ايه اللي هيختلف في البي 2؟ الترم ده بدل ما هيبقى موجود بالسالب لا هيطير اصلا خلاص كده؟ واضح؟ فيها مشكله في الفكره بتاعت المساله دي تمام؟ طيب كده انا حاليا انا كده مع الدكتور في ال ك كمنهج هو الدكتور اخر حاجه هنا هو خلاص كده؟ طيب انا دلوقتي هخش بقى لجزء الدكتور هشام، هبدا في الفريكونسي ريسبونس. جزء الدكتور هشام في حاجه كمان بقى شرحت الريسبونس صح؟ في مساله انا شفت المساله اللي جت وشفتها يعني عادي طبيعي ان هو دكتور هشام يعني هو كان حاجات هو بيسال هو كان مسألة ايه في فكره بس في مسألة نفس الفكره بس هو بيسال على البطاريات دي هقولها بعد كده يعني هشوف بس المسألة نفسها وهكتبها وهقولها خلاص؟ طيب بص ركز بقى معايا بص الجزء ده خلاص ده كده الشريط ريجل فانت يفضل بقى عشان طبعا الفتره الجايه من اول بقى ما نخش في الكونسي ريسبونس هيبقى تلطيش جامد خلاص فالناس تخلص بقى اللي عليها اللي هو الجزء بتاع دكتور وائل ده تخلصه وجزء دكتور هشام الحاجات اللي فاتت دي تعتبر سهله يعني فالناس تخلصها برده عشان اول فريكونسي ريسبونس بقى الموضوع هيبقى يعني سخيف شويه خلاص كده بص الجزء بتاع دكتور هشام كفريكونسي ريسبونس الاول في الاول بيزكس في شويه بيزكس كده للرسومات ازاي بنرسم البول دايجرام والكلام ده فده هنتكلم فيها بعد كده بقى انت اصلا بتاخد الفريكونسي ريسبونس ده عشان تعمل بيه ايه عشان نعمله على امبليفاير حلو يعني ايه الكلام ده بقى وايه لازم اصلا قصه الفريكونسي ريسبونس والحاجات دي انا هتكلم دلوقتي كلام عام الاول احنا هنعمل ايه في الفريكونسي ريسبونس ده ونحاول نبدا بشويه بيزكس كده لرسومات البول دايجرام تمام يعني طبعا مش هتعمق قوي لان الدكتور ايه لسه ما دخلش فيه فانا مش هسبق يعني الدكتور اكيد يعني دكتور هشام اصلا هو هيجي هيسبق لوحده فاحنا واحده واحده بس نحاول ناخد مقدمه والله عايزين نسبق قبل عايزين انا جت من الاستوعب معاك سنه سنه عايزين
بص احنا عامه كنا بنتعامل مع الامبليفايرز عموما من اول بقى سنه اولى لغايه السنه دي ان الامبليفايرز دي عباره عن دوائر بي جي تي او موسفت وشويه مقاومين صح كده؟ طيب في الاي سي اناليسيس كان الكاباستور دايما بنتعامل معاه ايه؟ شورت سيركت صح كده؟ هل كان الاي سي اناليسيس التعامل معاه بتخش تشوف الكاباستور ده اخباره ايه؟ لا كنت دايما بتعتبر ان هو ايه؟ سيركت خلاص كده؟ طيب فبالتالي المفروض انه الكاباستورز لما كانت بتبقى سلكه فبالتالي الفي اوت على الفي انبوت كان بيطلع قيمه مش فانكشن يعني في الاخر الفي اوت على الفي انبوت بيبقى رقم صح كده 150 60 حاجه تعتمد على المقاومه اللي هي ما بتتغيرش صح كده. طيب المفروض بقى الفريكونسي ريسبونس هيبدا بقى يظهر جوه الامبليفاير ده. لا هندخل بقى هنا في الامبليفاير الكاباستورز هندخل كاباستورز في الحسابات تمام. هو يعني ايه بقى ندخل كاباستورز في الحسابات وهنتعامل مع الكاباستورز ازاي اصلا؟ يعني هنا الفي اوتبوت على الفي انبوت. طيب الفي اوتبوت على الفي انبوت لما ندخل كاباستورز في الحسابات هيطلع الكلام ده فانكشن ان اس دومين يعني هيطلع فيها فانكشن في الاس دومين. ده ليه بقى؟ ايه علاقه الكاباستور بالاس دومين اصلا؟ بص احنا هنا محتاجين نفتكر بقى شويه حاجات من السيركتس كده عشان نفهم ايه علاقه الكاباستور بالاس دومين. بص في التايم دومين لو انا عندي كاباستور حلو وده ده السي وده الفولتج اللي على الكاباستور ده الفولتج اللي على الكاباستور وده الكارنت اللي ماشي في الكاباستور كان الاي ايكوال ايه؟ الاي ايكوال مين؟ سي دي في سي باي دي تي خلاص كده؟ تمام؟ يبقى الفولتج اللي على الكاباستور عباره عن واحد على سي تكامل الاي دي تي صح كده؟ ده كان الفولتج على الكاباستور. طيب الكلام ده لو عايز اشتغل بقى ان اس دومين تمام؟ ان اس دومين هيبقى الكاباستور بتاعك بمثله بايه؟ بص التكامل عموما في الاس دومين بيبقى ايه والتفاضل بيبقى ايه؟ التفاضل بيبقى اس صح كده. يعني ايه التفاضل بيبقى اس؟ يعني لو انا من الرياضه لو عندي دي اف باي دي تي دي هتبقى اس في اف خلاص كده. لو عندي تكامل اف دي تي دي هتبقى اف على اس خلاص كده. فالتكامل بيبقى واحد على اس. يعني اذا الفي سي هنا في الحاله دي هي واحد على سي اس في اي حد عمل اقتراض؟ خلاص كده؟ فبيقول لك ايه بقى؟ في الاس دومين على فكره احنا بنتعامل مع الكاباستور اللي هو واحد على سي اس. خلاص كده؟ واحد على سي اس. وبالتالي لما باجي اتعامل مع الكاباستور بتعامل معاه كانه مقاومه. يعني ايه مقاومه؟ يعني الفولتج اللي على الكاباستور ايكوال الاي اللي في الكاباستور مضروب في مين؟ في المقاومه دي. خلاص كده؟ فبقى الكاباستور بالنسبه لنا عباره عن مقاومه اسمها واحد على سي اس. خلاص كده؟ طيب يبقى ده كده الاس دومين. طب الفريكونسي دومين بقى حد عارف الفريكونسي دومين بنشيل الاس نحط مكانها ايه؟ حد عنده اي معرفه بالموضوع ده؟ انت عندك تايم دومين خلاص فهمنا بنتعامل ازاي مع الكاباستور. اس دومين بتشيل الكاباستور تحط مكانه ايه؟ واحد على سي اس وبقى مقاوم صح كده؟ طب الفريكونسي دومين بص الفريكونسي دومين بوت الاس ايكوال جي اوميجا خلاص كده؟ ده الفريكونسي دومين اللي هو بتشيل الاس بقى نفسها وتسميها ايه؟ جي اوم. فالمعادله هتبقى بالمنظر ده. ادي المعادله ايه؟ ده كده الفي والكاباستور بقى لما تشيل وتحط مكان جي اوميجا هيبقى واحد على جي اوميجا في سي صح كده؟ طب مع الفكره ده اللي انا بتعامل بيه في السيركت صح ولا لا؟ ان اي كاباستور بيبقى ايه؟ واحد على جي اوميجا سي صح كده؟ يبقى الكاباستور بالنسبه لنا او الدومينز بالنسبه لنا عندنا حاجه اسمها تايم دومين ده اللي هو الطبيعي يعني اللي هو التيار از فانكشن اوف تايم. هنا لو هتعمل بالاس دومين يبقى هشيل كاباستور احط مكانه ايه؟ واحد على سي اس صح كده؟ وبالتالي هتعامل معاه كانه مقاومه. يعني ايه كانه مقاومه؟ يعني الفولت اللي هنا ايكوال اي في الريزيستنس دي خلاص كده؟ تمام؟ والاس دومين دي لو عايزها في الفريكونسي دومين هتشيل الاس تحط مكانها مين؟ جي اوميجا خلاص كده؟ طيب بصوا يبقى انا دلوقتي لو الامبليفاير بتاعي ما كانش فيه كاباستور هل هيبقى فيه اس اصلا؟ لا.
طب لو الامبليفاير بتاعي كان فيه كاباسيتورز وشغاله بقى، يعني مش حطيتها شورت سيركت، لا انا معتبر وجودها خلاص كده. فانا معتبر وجودها دايما هتبقى فيه في المعادلات واحد على سي اس، صح ولا لا؟ يبقى اذا في الحاله دي علاقه الانبوت، سوري هنا الانبوت ولا لا، علاقه الانبوت مع الاوتبوت هتبقى دايما فيها ايه؟ فيها اس، صح كده؟ يعني يطلع المعادله مثلا 5 اس على 3 اس سكوير زائد 10، دي معادله في الاس ولا لا؟ معادله في الاس. طب خلي بالك بقى معنى كده ايه؟ ركز بس معايا في الحته دي عشان نفهم اللي هيحصل. بص لو انا قلت لك، لو انا قلت لك دلوقتي مثلا فور اكزامبل الفي اوت على الفي انبوت 5 او 6 اس على 10 اس سكوير زائد 7 مثلا، خلاص كده؟ يبقى الفي اوتبوت على الفي انبوت في الفريكونسي دومين لما تشيل اس تحط جي اوميجا، حلو؟ دي هتبقى ايه؟ هتبقى 6 في جي اوميجا على 10 في جي اوميجا سكوير زائد 7، صح كده؟ خلاصه يعني يطلع لك الكلام ده لو كتبته على التخريج هيطلع لك ماجنتيودو زاويه ولا لا؟ ماجنتيودو زاويه، يعني مره كده تحط الاوميجا بواحد، الاوميجا باثنين، الاوميجا بثلاثه، هيطلع لك ماجنتيودو زاويه. الماجنتيود فانكشن في الاوميجا ولا لا؟ داله في التردد، صح كده؟ والزاويه هي كمان داله في مين؟ في التردد. يبقى بص كده الجيم بتاعك بتاع الامبليفاير بقى داله في التردد ولا لا؟ داله في التردد. التردد مين بقى بالظبط؟ يعني التردد بتاعي ايه؟ التردد بتاعي هو انت اصلا الامبليفاير ده بيتعامل مع اي سي ولا دي سي؟ دي سي. الاي سي ده ليه تردد ولا لا؟ ليه تردد، صح كده؟ يبقى طلع بقى ان الجيم بتاع الامبليفاير هيعتمد على تردد الايه؟ الانبوت، صح كده؟ الجيم بتاع الامبليفاير كماجنتيود وكزاويه، صح كده؟ فخلي بالك انت زمان كنت بتدي لك امبليفاير تقول لي الجيم ده بتاعه مين؟ خلاص شكرا، صح كده؟ وتروح، ماشي؟ لا هنا لا، انت لازم تسال نفسك هو تردد الانبوت كام؟ لان الجين هيتغير مع الايه؟ مع التردد، خلاص كده؟ الجين هيتغير مع التردد. وبالتالي هتلاقي بقى هنا في رسمه الماجنتيود دي كده. الجين دي هي الماجنتيود، الماجنتيود اللي هي دي، ماجنتيود اوف جين. والزاويه دي اللي هي الفيز اوف جين. طيب احنا هدفنا دلوقتي ايه بقى؟ نرسم رسمتين بقى، رسمه اللي هو الماجنتيود ده اجينست الاوميجا، صح كده؟ ورسمه زاويه الجين الفيز اجينست مين؟ اجينست الاوميجا، خلاص كده؟ هيطلع بقى معاك كيرف وليكن مثلا كيرف بالشكل ده، فوالله لو التردد بواحد الجين بكذا، لو التردد باثنين الجين بكذا، لو التردد بثلاثه الجين بكذا، صح كده؟ يبقى اذا وجود الكباستور اثر ولا لا؟ اثر. زمان كان الجين بتاعك ثابت 100 بس وشكرا، صح كده؟ هل كنت بتخش في قصه التردد؟ لا، لكن المره دي هتخش في التردد، تمام؟ طيب الجين كماجنتيود احنا نقدر نفهمه، يعني ايه الجين كماجنتيود؟ يعني والله يا باشمهندس لو الماجنتيود مثلا ب 100 يبقى الجيم يبقى الساين ويف بتتكبر كام مره؟ 100 مره، صح كده؟ ايه الزاويه بقى؟ ايه الزاويه دي؟ بص عشان برضه تبقى فاهم الكونسيبت يعني. لو انا قلت لك ركز بقى معايا. لو انا قلت لك انه ات من الرسم بقى لقيت ان الرسم ات اوميجا ايكوال 10 هرتز، حلو؟ الماجنتيود بتاع الجيم بيساوي 5 والفاي بتساوي 30 درجه مثلا. خلاص كده معنى الكلام ده ايه؟ ان لو الانبوت، لو الانبوت رسمته عامله كده، ده الفي ان رسمته مثلا دي 10، حلو؟ 10 ساين اوميجا تي. فالاوتبوت المفروض يبقى كام؟ المفروض يبقى يتضرب في كام؟ في 50، صح كده؟ فالبيك بتاعته تبقى 10 ولا 50؟ 50. بس ما تترسمش من هنا. ليه؟ في فيس شيفت كام درجه؟ 30 درجه. فيترسم الاوتبوت كده يبقى 50، يعني يطلع كده، يبقى في فيس شيفت ما يبداش من الاوريجن، صح كده؟ فده الفي اوتبوت، يبقى الشيفت بتاعك 30 درجه والبيك دي بكام؟ ب 50، صح كده؟ فاهمين الفكره؟ طيب لو رحت من الكيرف لقيت ان عند التردد ب 30 مثلا الجيم ليه ماجنتيود معين وزاويه معينه، ده تفهم منه ايه؟ ان لو دخلت انبوت حلو بالتردد الفلاني ده ساعتها الاوتبوت هيتضرب في الماجنتيود بتاع الجيم ويتشفت بالفيس شيفت، صح كده؟ فاهمني الكونسيبت هيبقى ماشي ازاي ولا لا؟ واضح؟ يبقى بص يبقى احنا حاليا عندنا الامبليفايرز عموما ما بقتش زي زمان بقى قيمه ثابته، لا دي بقت
داله الجين بتاعه بقى داله في مين؟ في الترن. يعني من دلوقتي مفيش مسائل هعتبر ان ده كبس شورت. لا هيبقى في بقى، ما بقى في حاجه في زونز مثلا هيقسم الفريكونسي ريسبونس مناطق في الترددات الفلانيه هنعتبر الكباستور ايه؟ شورت سيرك. الترددات الكبيره مثلا هنعتبر الكباستور اوبن سيرك وهكذا. هنخش بقى في ايه؟ في تفاصيل ان الكباستور اللي هتبقى هي حياتك بعد كده. تمام؟ طيب يبقى ده كده بالنسبه لي الفكره العامه بتاعت يعني طبعا دي مقدمه عامه بس للفهم عشان تفهم ايه اللي هيحصل. هنا اليوتيوب بتاع الجين ده از فانكشن اوميجا وزاويه از فانكشن اوميجا. بص يبقى اول خطوه بنعمل ايه في الجزء ده اصلا؟ تشيل ايش الفتره كان مين؟ جي اوميجا. يبقى اتش جي اوميجا عشان اشتغل في الفريكونسي دومين تساوي جي اوميجا واحد زائد جي اوميجا على 3 على 1 زائد جي اوميجا على 6 واحد زائد جي اوميجا على 10. حلو؟ دي المعادله. حلو؟ المعادله دي لو انا حطيت الاوميجا بارقام عشوائيه 1 مثلا هيديني ماجنتيود زاويه ولا لا؟ ماجنتيود زاويه صح كده؟ انا بعايز ماجنتيود زاويه. حلو؟ بجيب ازاي ماجنتيود الزاويه؟ ماجنتيود الداله دي هتساوي كل واحد خد الماجنتيود بتاعه اللي هو ايه؟ ماجنتيود جي 5 مثلا ده ايه ده؟ 5 صح كده؟ يبقى دي اوميجا. طيب ماجنتيود 1 زائد جي حاجه اه ده رقم ايماجنري صح كده؟ الايماجنري بجيب الماجنتيود بتاعه ازاي؟ الجذر روت بتاع الريل بارت سكوير زائد الايماجنري بارت سكوير. ده كده ماجنتيود الايه؟ اي ايماجنري نمبر. افكرك بالحته دي لو احنا افكرك بيها على جنب كده بس زي دي كده. طبعا عندي 3 زائد جي 5 ماجنتيود الكلام ده بيساوي كام؟ الماجنتيود هيساوي روت 3 سكوير زائد 5 سكوير. اما الزاويه الانجل هتعرف بتساوي كام؟ تان انفرس مين؟ الايماجنري على الريل. خلاص كده؟ خلاص؟ جربها حتى على الكالكوليتر ماشي؟ اكتب 3 زائد جي 5 وحولها الى بولار 4 هتلاقيه الماجنتيود هو الجذر ده وتلاقي الزاويه هي تان انفرس الايماجنري على الريل. خلاص نرجع لموضوعنا بقى. يبقى انا عايز اجيب ماجنتيود الداله دي جي 5 ده الماجنتيود بتاعها اوميجا. ده الماجنتيود بتاعه روت الري سكوير زائد الايماجنري سكوير. ده الماجنتيود بتاعه روت 1 زائد اوميجا على 6 سكوير. ده الماجنتيود بتاعه روت 1 زائد اوميجا على 10 سكوير. هي المشكله دي؟ واضح؟ طيب ده كده الماجنتيود. طب الزاويه؟ هو الزاويه بقى الفاي او الزاويه بتاعه الاتش اوف اوميجا. هو واحده واحده. بص ادي المعادله دي المعادله اللي احنا شغالين عليها بس عشان ايه بقى؟ اولا الجي زاويتها كام؟ الجي زاويتها 90 صح كده؟ يبقى الاس زاويتها 90 صح كده؟ طيب 1 زائد اس على حاجه ده هيبقى زاويتها ايه؟ تان انفرس. ليه تان انفرس؟ لان دي ريل وايماجنري صح كده؟ يبقى الاس البيور دي زاويتها كام؟ 90. لو فوق طب لو تحت؟ ناقص 90 صح كده؟ يبقى بص قلت لك احسب لي الزاويه دي هتبقى بوزيتيف 90. ليه؟ عشان في اس فوق اللي هي الجي زائد تان انفرس مين بقى؟ الايماجنري على الريل اللي هي اوميجا على 3 ناقص اللي دول تحت صح كده؟ ناقص تان انفرس الاوميجا على 6 ناقص تان انفرس الاوميجا على 10 صح كده؟ تمام؟ يبقى انا دلوقتي بقى عندي الماجنتيود والزاويه. سواء الماجنتيود او الزاويه الاثنين فانكشن في مين؟ في الاوميجا صح؟ فانت هتحتاج ترسمهم صح كده؟ طيب هل اعرف ارسم الماجنتيود بتاع الشكل ده حاجه طبيعيه يعني هل ده تتوقع ان هو هيبقى كيرف عادي؟ لا هيبقى كيرف طبعا عجيب. ليه؟ لان هنا في اوميجا في جذر واحد زي اوميجا سكوير على 3 وتحت في روت وهنا روت فالكيرف هيبقى كيرف بشع مش هتعرف ترسمه اصلا صح كده؟ فلازم تخترع لي طريقه ترسم بيها رسمه الماجنتيود خلاص كده؟ فهنتفق على طريقه اسمها طريقه ايه؟ ان انا احط الجين بحاجه اسمها الديسيبل وحده جديده اسمها الديسيبل خلاص كده؟ ايه بقى قصه الديسيبل دي وازاي بنتعامل معاها؟ هنشوف دلوقتي قواعد الديسيبل بس عموما ليه لجأنا لقصه الديسيبل؟ لان انت لو حبيت ترسم الماجنتيود اجنست الاوميجا هتبقى رسمه مالهاش اول من اخر مش هتعرف لها شكل صح؟ احنا هنرسمها في بيونت جديده اسمها الديسيبل هتلاقي الرسمه بتاعتك طلعت لينير فتعرف تتعامل معاها بسهوله خلاص كده؟ ماشي؟ فتعالى نشوف بقى ازاي اقدر اعبر عن الماجنتيود والزاويه بكيرف اسمه البوت دايجرام تمام؟ يبقى احنا دلوقتي بس فاهمين الفكره ايه؟ ان احنا بيبقى عندنا الجين
فانكشن في الاس. ليه فانكشن في الاس؟ عشان في ايه في الدايره؟ كاباسيتنس، صح كده؟ طيب بتعامل ازاي في الفريكوانسي دومين؟ اشيل الاس احط جي اوم، تمام؟ طيب بعد لما اعمل كده المفروض ان الكلام ده ليه ماجنتيود وزاويه، سواء الماجنتيود او الزاويه هما الاثنين داله في مين؟ في التردد، صح كده؟ احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ نرسم الماجنتيود والزاويه اجينست مين؟ الفريكوانسي. ده اللي انا عايز اعمله. طب ليه ما عملتوش كده بشكل مباشر؟ الرسمه دي مش هتبقى سهله، صح كده؟ فلازم اجيب بقى كوردينتس جديده او نظام جديد ارسم بيه القصه دي، خلاص؟ واضح؟ الاتش ده اللي هو كانه جيم بتاع الامبليفاير، كانه جيم، يعني انت خلاص حليت مساله امبليفاير وجبت الجيم بتاعها كده. طب يبقى الماجنتيود بتاع الجيم ده كام والزاويه كام؟ هيطلعوا من المنظر ده، ده اللي في الام، خلاص كده؟ هنسمي بقى هنرسم الجين بس بوحده جديده اسمها الديسيبل، ماشي؟ ايه قانون الديسيبل ده؟ 20 لوج الجين الحقيقي، خلاص كده؟ يعني لو الجين ب 3 يبقى الاتش ديسيبل بكام؟ 20 لوج 3، خلاص كده؟ لو الجين ب 5 يبقى الاتش ديسيبل 20 لوج 5، خلاص؟ طيب فلما تعمل كده يبقى الافضل ان انت اكيد هيقابلك لوج اوميجا كتير ولا لا؟ هيقابلك لوج اوميجا، صح كده؟ فبنرسم المعادله دي الجين بالديسيبل مش اجينست الاوميجا، اجينست لوج الاوميجا، اجينست لوج الاوميجا. ليه بقى؟ بص لو قلت لك لوج الاوميجا، لو الاوميجا بواحد، لوج الواحد بكام؟ بزيرو، صح كده؟ هنا. طيب لو قلت لك لوج ال10 بكام؟ ب1، لوج ال100 ب2، لوج ال1000 ب3، فهتلاقي المسافات اللي ما بين الواحد وال10 وما بين ال10 وال100 وما بين ال100 وال1000 دي مسافات ثابته، صح كده؟ اشمعنى؟ لان انا ما برسمش هنا لينير سكيل، صح كده؟ يعني لو انا راسم السكيل ده اوميجا، هل المسافه اللي ما بين الواحد وال10 زي اللي من 10 لل100؟ لا طبعا، صح كده؟ بس انا هنا مش راسم اوميجا، انا راسم لوج الاوميجا، صح كده؟ فعشان كده المسافات من 1 ل 10 هتبقى ايه؟ هتبقى متساويه، 1 و10 و100 ومضاعفاتها، خلاص كده؟ فده قاعده الايه البوت دايجرام. طيب ك اتش ديسبل، انت بترسم اتش ديسبل اجينست لوج الاوميجا. طيب بنرسم الفاي برضه اجينست مين؟ لوج الاوميجا برضه، خلاص كده؟ يبقى احنا عايزين رسمتين اتش ديسبل اجينست لوج الاوميجا والفاي اجينست لوج الاوميجا، خلاص كده؟ لحد كده في مشكله؟ تمام؟ طيب احنا محتاجين نتعرف بقى ازاي نرسم شويه حاجات، يعني ايه؟ يعني لو عندي الجين فيه هو اس بس، ده يترسم ازاي؟ تمام؟ طب لو الجين اس سكوير ده يترسم ازاي؟ وهكذا، عايزين نعرف شويه قواعد لرسومات مختلفه، خلاص كده؟ بص هنبدا ناخد قواعد لاشكال مختلفه بقى ونبدا نستنتج الرسمه بتاعتهم على البوت دياجرام هتبقى عامله ازاي، خلاص كده؟ فتعال ناخد اول اكزامبل عندنا اللي هو ال h of s او g of s equal s بس مفيش حاجه تاني، خلاص كده؟ دي سهله قوي يعني، ماشي؟ هنرسمها ازاي كده؟ تعال نشوف بقى القواعد بتاعتها. اول حاجه ال h of s دي انت بتعوض فيها ازاي؟ هتقول s equal j omega، صح ولا لا؟ therefore h of j omega equal j omega، صح كده؟ ماجنتيود ال h ساعتها هيساوي كام؟ j omega، يعني ماجنتيود بكام؟ صح كده؟ وزاويتها الفاي بكام؟ او زاويه ال h هتساوي كام؟ 90. حتى عنده اتراك؟ طيب فكرسمه ماجنتيود ال h انا مش عايز ماجنتيود ال h، انا عايز الديسيبل بتاعه بقى. يبقى ال h ديسيبل h ديسيبل ايكوال 20 لوج الماجنتيود اللي هو اوميجا، صح كده؟ طيب ده كرسمه عامله ازاي بقى؟ كرسمه ماجنتيود وكرسمه فيز هتبقى عامله ازاي؟ تعال نشوف رسمه الماجنتيود هو ال h ديسيبل اجينست لوج الاوميجا هتبقى عامله ازاي؟ اولا ده ال h ديسيبل هو الايه؟ الواي، صح كده؟ لوج الاوميجا اللي هو مين بالنسبه لك؟ الاكس، فدي هتبقى معادله ايه؟ ستريت لاين على فكره بس الميل بتاعه كام؟ 20، صح كده؟ ليه؟ مش انا برسم ده الواي ده الواي ودي كلها على بعض الايه؟ الاكس اكسس بالنسبه لك، فالرسمه هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى بتمر بالاورجن، صح كده؟ والميل بتاعها 20، يعني الخط بتاع
هيبقى كده، والسلوب بتاعه سلوب ايكوال 20 ديسيبل بير ديكي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه 20 ديسيبل بير ديكي؟ بص المفروض انه حاليا انت عندك الاومن هنا بكام؟ واحد، لا يزيد واحد، وهنا 10 وهنا 100 صح كده؟ بتقسم الاتش ديسيبل ده دايما بقى 20 20 40 60 واللي تحت هيبقى نيجاتيف 20 نيجاتيف 40 نيجاتيف 60 دايما. حلو؟ فبص لما اقول لك ان الخط ده الميل بتاعه 20 معناه ايه؟ 20 ديسيبل يعني بيطلع 20 في كل ديكيد. يعني ايه ديكيد؟ ده بنسميه ديكيد اللي هو من 10 ل 100 من 100 ل 1000 من 1000 وهكذا. مضاعفات ال 10 دي بنسميها ديكيد. فبص هو هنا زاد 20 ديسيبل لكل ديكيد صح ولا لا؟ يعني انت كنت بادئ هنا بزيرو، لما مشيت ديكيد بقيت كام؟ 20. لما مشيت كمان ديكيد هتبقى كام؟ 40 وهكذا صح كده؟ يبقى كل ديكيد بزيد 20 صح؟ فبنسمي السلوب بوست ب 20 ديسيبل بير ديكيد. تمام؟ طب لو حبيت ترسم رسمه الفاي اجينست اللوج الاوميجا، ها لا دي ثابته، رسمه الفاي دي هتبقى ايه؟ كونستنت عند كام؟ 90 صح ولا لا؟ ماشي؟ فيها مشكلة دي؟ تمام؟ طبعا احنا الأول ناخد قواعد ازاي الأشكال السهلة بتترسم، وبعد كده نشوف لو ركبناهم مع بعض ايه اللي هيحصل، صح كده؟ تمام؟ طيب تعالى نشوف. اه طبعا هنتكلم مع بعض. نحط قيم اللوج أوميجا ولا قيم الأوميجا؟ ايه دي؟ دي أنا كاتب هنا قيم الأوميجا، لكن أنا برسم ايه؟ لوج الأوميجا، فعشان كده المسافات دي متساوية. لو أنا كنت برسم أوميجا بس، يبقى المسافات دي عمرها ما تكون متساوية. يعني المفروض أول ملتزم واحد دي اسمها لوج، دي اسمها لوج واحد. اه زيرو. اه يبقى الاوميجا هنا بكام؟ 1. اه كلوج واحد بزيرو. تمام دي زيرو كلوج واحد، ودي واحد كلوج ال 10، ودي 2 كلوج ال 100. بس انا هنا حاطط الاوميجات بقى نفسها ماشي، مش يعني فاهم قصدي؟ انا هنا حاطط دي كده اسمها لوج الاوميجا صح؟ لو انت عايز ترسم لوج الاوميجا وخلاص هتحط زيرو واحد واثنين وثلاثه واربعه. تمام بس لازم تحط لي تحتها الاوميجا هنا بكام بقى؟ 1. اما الاوميجا هنا ب 10، اما الاوميجا هنا ب 100 صح؟ انا معاك ان اللوج اوميجا بزيرو ولوج اوميجا هنا بواحد، لوج اوميجا باثنين. تمام بس انا ما يهمنيش، انا يهمني الاوميجات دي بالظبط، فهنا الاوميجا بتلازم صح؟ ماشي؟ طيب المهم ده كده بالنسبه لي الاس. طب تعالى نشوف الاس سكوير مثلا، لو انا ربعت الايه؟ ربعت الشكل ده. حد عارف الاس سكوير قسمتها هتبقى عامله ازاي؟ انا اعوض عادي. لا مش ضرب ايه؟ لا لا هيبقى برضه سلوب كده بس الميل بتاعه هيزيد. تعال نشوف، تعال نحسب ال H of S equal S squared. طيب ال S equal كام؟ G omega صح كده؟ يبقى إذا H of G omega بيساوي G omega الكل سكوير خلاص كده؟ اللي هو كام؟ G squared اللي هو كام؟ نيجاتيف أوميجا سكوير صح كده؟ طيب ماجنتيود الكلام ده بكام؟ ماجنتيود ال H بكام؟ أوميجا سكوير صح؟ زاوية الكلام ده بقى بكام؟ زاوية الاتش بكام؟ زاوية السالب يعني سالب 10 دي زاويتها كام؟ 180 صح كده؟ يبقى دي زاويتها 180 تمام؟ طيب يبقى الديسيبل جين عبارة عن 20 لوج الجين الفعلي اللي هو اوميجا سكوير. ممكن تنزل الاثنين تحت ولا لا؟ الاثنين تحت فيبقى الاتش ديسيبل يكون 40 لوج الاوم اهو صح كده؟ طب الفاي بكام؟ فاي ثابتة ب 180 خلاص؟ لو حبينا نرسم الكيرف ده هتترسم ازاي؟ ادي ال H ديسيبل اجينست لوج الاوميجا، وهنا الاوميجا ب 1 و10 و100 و10 باور 3 صح كده؟ وده بنرقمه ازاي ده؟ 20 40 60 ناقص 20 ناقص 40 ناقص 60 صح كده؟ بترسم بقى ازاي؟ الخط ده عباره عن ستريت لاين ليه؟ ليه الواي ودي الاكس صح كده؟ فده ستريت لاين ميله بكام؟ ب 40. يبقى ده بيمر بالاوريجن بتاعنا اللي هو ده الاوريجن بالنسبه لنا خلاص كده؟ بيمر بالاوريجن بس ميله 40. يعني ايه؟ يعني في الديكيد بص في الديكيد هيكون طلع 40 صح كده؟ يبقى ده كده في الديكيد هيكون طلع 40. حط لي السلوب بتاعه ايكوال 40 ديسيبل لكل ديكيد. يعني كل لما تمشي الديكيد هيطلع كام؟ 40. يعني عند ال 10 هيكون وصل 40، عند ال 100 هيكون وصل 80 صح كده؟ مفهوم ده كده خط الميل بتاعه 40. طب حد يقدر يقول لي بقى الاس باور سي هتبقى ايه؟ هتبقى
60 صح كده؟ الاس باور 4 الميل بتاعها 80 صح كده؟ يبقى دي واضحه ماشي؟ طيب تعالى الواحد على بقى لو واحد على اس يدرس ترسم ازاي؟ تعالى نشوف يبقى في مشكله الاول في الاس والاس سكوير واضحه؟ طب تعالى نشوف مقلوباتهم بقى مقلوبات الكلام ده الزاويه بتاعته 180 صح كده؟ يعني انت هتتبع كالكوليتور نيجاتيف 10 حولها بولر فور هيديلك 110 زاويه 180 تمام؟ طيب بص وهكتب لك في الاخر الزوايا تبقى حاجه محفوظه يعني الزوايا كلها تبقى سهله يعني. طيب بص المقلوبات بتاعت الكلام ده يعني الواحد على اس هيعمل اتش اوف اس واحد على اس او اتش اوف اس واحد على اس سكوير تمام؟ بص لو واحد على اس ديت تبقى واحد على جي اوميجا وساعتها الماجنتيود هيبقى واحد على اوميجا الزاويه هتبقى كام؟ طالما الاس تحت يبقى نيجاتيف 90 خلاص كده؟ اكتبها على الكالكوليتور برضه لو مش مصدق واحد على جي 5 حولها بولر هيديلك 5 وزاويه ناقص 90 خلاص كده؟ يبقى الزاويه بناقص 90 تمام؟ يبقى دايما من الاخر الاس بكام؟ زاويه زاويتها بكام؟ 90 خلاص كده؟ الاس الواحده ب 90 طيب الاتش ديسبل هتبقى 20 لوج الكلام ده واحد على اوميجا طب 20 لوج واحد على اوميجا دي اللي هي مين؟ اللي هي اوميجا باور نيجاتيف 1 يعني ممكن تنزل باور تحت تبقى نيجاتيف 20 لوج صح كده؟ ده بالنسبه لدي طيب التاني عشان نعمله على طول برضه هتبقى واحد على اس سكوير يعني واحد على جي اوميجا لكل ايه؟ سكوير اللي هو واحد على نيجاتيف اوميجا سكوير يمين هنا النيجاتيف جايه من فوق ولا من تحت عشان هتفرق خلاص كده؟ فهنا ماجنتيود الكلام ده بكام؟ واحد على اوميجا سكوير صح كده؟ اما زاويته بناقص 180 هتقول لي 180 او ناقص 180 مش هتفرق في الاخر الاثنين ايه؟ حاجه واحده، بس انا المفضل يعني اكتبها ناقص 180 خلاص كده؟ ليه؟ لان النيجاتيف جايه من تحت ماشي؟ طيب وبعدين الاتش ديسبل هتبقى 20 لوج واحد على اوميجا سكوير اللي هي اوميجا باور نيجاتيف 2 فالاثنين تطلع بره تبقى نيجاتيف 40 لوج ايه؟ اوميجا خلاص كده؟ مش هو ليه قلت 180 اهو؟ ما هي الاثنين مش الزاويه مش هتفرق يعني مش هتفرق؟ لا انا بقول لك يعني يفضل تكتبها ناقص 180 لو النيجاتيف جايه من تحت خلاص كده؟ انا في الاخر هحفظ لك الزوايا على طول يعني هقول لك الزوايا بتمشي فيها ازاي ماشي؟ طيب بصوا كده كرسمه الديسيبل عشان ده اللي تهمني دلوقتي رسمه الديسيبل هتبقى عامله ازاي؟ اولا بصوا هنا الاوميجا ب 1 ب 10 ب 100 ده مين؟ ده لوج الاوميجا طيب المفروض انه قبل الواحد بقى دي بتبقى كام؟ لا مش صفر قبل الواحد بكام؟ لا مش سالب 10 بوينت 1 اللي هو ايه؟ اقسم على 10 تقعد هنا تقسم على 10 صح كده؟ يبقى دي بوينت 1 دي كام؟ بوينت 01 وهكذا صح كده؟ طيب الرسمه دي نيجاتيف 20 لوج اوميجا ده ميل سالب ولا موجب؟ سالب ده الواي وده الاكس يبقى اذا ستريت لاين بيمر بالاوريجن بس الميل بتاعه سالب يعني ايه سالب؟ 20 بقى يعني ايه السلوب؟ بنيجاتيف 20 ديسيبل بير ديكي معناها ان كل ما امشي ديكيه بنزل كام؟ 20 يعني دي 20 ودي 40 ودي ناقص 20 ودي ناقص 40 فمعنى كده ان انت لما مشيت ديكيه نزلت كام؟ نزلت 20 صح كده؟ لما مشيت ديكيه كمان هتبقى كام هنا؟ ناقص 40 صح كده؟ ماشي؟ يبقى ده كده الخط ده طب الواحد على اس سكوير بقى هتبقى بنفس الطريقه هتبقى كده بس الميل بكام؟ ناقص 40 ديسيبل بير ديكيه يعني لو ده واحد وده 10 يبقى دي هتبقى كام؟ هتبقى ناقص 40 صح كده؟ تمام؟ هو انا بيجيب الماجنتيود والزاويه بعد كده اعمل ايه؟ انا لسه بس الاول بقول قواعد الايه الاشكال دي لسه هشوف بقى هجمعهم ازاي بعد كده يعني الاتش دي بي ده بنجيبه هو ده الاتش دي سو دي رسمه صح كده؟ المفروض ان في المساله هل هيجيب لك بس واحد على اس؟ لا هيجيب لك واحد على اس مضروبه في اس زائد 5 في اس زائد 7 فارسم بقى صح كده؟ فانت لازم تعلم كل واحد بترسم لوحده ازاي؟ بعد كده تجمعهم مع بعض تمام؟ فانا دلوقتي في مرحله ان انا بقول كل ترم بترسم ازاي بقى صح كده؟ طيب بص احنا دلوقتي استنتجناه كالتالي ان لو عندي ترم اتش اوف اس ايكوال اس ده رسمته ايه في الديسيبل؟
ستريت لاين بتمر بالاورجن ميلو 20. طب لو اس سكوير ستريت لاين بتمر بالاورجن ميلو كام؟ 40. لو واحد على اس ميلو ناقص 20، واحد على اس سكوير ناقص 40. خلاص كده؟ لحد كده في مشكله؟ طيب طبعا في اشكال ثانيه هتبقى معقده اكتر، اللي هي 1 زائد اس على 3 مثلا، ده هيبقى ايه؟ ليه طريقه في الرسم ماشي؟ بس احنا خلينا الاول بس النهارده ناخد الاشكال البسيطه، تمام؟ طيب بعد الاشكال دي في برضو معلومات تبقى عارفها على حاجه اسمها زيروز والكودز، ماشي؟ انا النهارده بس كده مقدمه عشان تفهم ايه يعني الحاجات العامه، لكن لسه بقى ما خدناش مسائل جد يعني، ماشي؟ طيب بص ده كده ازاي نرسم اشكال الاس او الاس سكوير والمقلوبات بتاعتها، حد عنده اقتراح على الكلام ده؟ واضح؟ طيب هتكلم بس معاكم دلوقتي على موضوع تاني برضو يعني مرتبط بده اسمه الزيروز والكودز، ماشي؟ تعال نشوف ايه الزيروز والكودز. احنا عندنا دي داله الايه؟ دي داله ال اتش اس دي اللي هي داله الجين، حلو؟ فلو افترضنا ان هو مديك داله الجين كده، فانا في حاجه اسمها بولز وزيروز، دي هتبقى اساس حياتنا بعد كده. ايه بولز وزيروز؟ اول حاجه البولز هي اصفار الديومينيتور، حلو؟ اصفار الديومينيتور هي البولز. اما اصفار النيوميريتور هي مين؟ الزيروز، حلو؟ يعني هنا الزيروز بكام؟ اصفار النيوميريتور. يبقى اذا الزيروز هو عند الاس ايكوال كام؟ 3 ده الزيرو الوحيد، صح كده؟ طب البولز بتاعت المساله دي، البولز بتاعت المساله دي ان الاس بتساوي 0 و0، لازم تكتب 0 0 يبقى 2 بولز هنا وهنا، ناقص 3 وناقص 4، دي كلها بولز، صح كده؟ طيب هنا الناحيه الثانيه تعال نشوف هنا دي الزيروز اصفار النيوميريتور اللي هي مين يعني؟ اللي هي نيجاتيف 2 حتى لو تراب. اما البولز البولز هنا هتبقى ايه بقى؟ هتبقى 0 و0 وبوزيتيف 3 وبوزيتيف 10، صح كده؟ طيب ده كده ازاي احسب البولز والزيروز، حلو؟ طيب الدكتور قال كمان في حق يعني هيتقال يعني في حاجه اسمها اس بلين، خلاص كده؟ ايه الاس بلين؟ برسم بلين تخيلي برسم جواه البولز والزيروز دي، خلاص كده؟ طيب لو حابين نرسم اس بلين ادي ده كده الاس بلين، ده الايماجينري بارت وده الريل بارت، تمام؟ طيب وهنا نفس الكلام هنرسم الاس بلين للبولز والزيروز دي. طيب بص البولز هنديها رمز الاكس، خلاص كده؟ والزيروز هنديها رمز الايه؟ الصفر جواه نقطه كده، حلو؟ يعني ايه؟ يعني الزيرو دايما بنديله الرمز ده نقطه جوه لاين، خلاص كده؟ اما البول هنديله الرمز اكس كده، خلاص ماشي. طب بص وقع لي بولز وزيروز في المساله دي، الزيروز عند ناقص 2 يبقى في عند ناقص 2 0، وفي بولز عند 0 0 ناقص 3 وناقص 4، يعني هنا في 2 بولز عند الصفر وفي واحده عند ناقص 3 وبول كمان عند ناقص ايه؟ 4، صح كده؟ تمام؟ عشان اس سكوير ففي 2 بولز عند الصفر، صح كده؟ هنا رسمتهم كانهم عند الزيرو. طب هنا الاس بلين اللي حبيت توقع البولز والزيروز هنا تبقى عامله ازاي؟ نفس الكلام، في زيرو عند الناقص 2، في 2 بولز عند الزيرو والزيرو هنا، في واحده عند الثلاثه وواحده عند ال 10، خلاص كده؟ ماشي؟ بص البول دول ده كده بنسميه بص الجزء ده بنسميه ليفت هاند بلين، خلاص كده؟ والجزء اليمين رايت هاند بلين، تمام؟ فده يعتبر اسمع قوي ده يعتبر ليفت هاند بلين بول ولا رايت هاند بلين بول؟ ليفت ليفت هاند بلين بول، صح كده؟ ده ليفت هاند بلين بول، حلو؟ وده ليفت هاند بلين بول، صح كده؟ ده ليفت هاند بلين زيرو، صح ولا لا؟ ماشي؟ طيب دول ده اسمه ايه؟ ليفت هاند بلين زيرو، ماشي؟ ده اسمه ايه بقى؟ رايت هاند بلين بول، وده رايت هاند بلين بول، حلو؟ عشان لما اقول لك يعني ايه ليفت هاند بلين ورايت هاند بلين تفهم على طول. بص ملاحظ انه في الرايت هاند بلين دايما بيبقى في اشاره سالبه ولا لا؟ طالما في اشاره سالبه في المساله دايما هيبقى في حاجه في الرايت هاند بلين، صح كده؟ يعني لو واحد ناقص اس على 2 يبقى اذا في
بول عند الاس ايكوال 2 صح كده؟ ففي رايت هاند بلين بول صح ولا لا؟ واضح؟ يبقى بص اللي انا بقوله دلوقتي هي بس مجرد بعرفك يعني ايه زيرو يعني ايه بول. طب ده ليه بتعرفه وهنفهم بقى ماشي؟ الزيرو انزوم لا اللي في النص ده لا ولا هو رايت هاند ولا هو ليفت هاند يعني ده في النص تمام؟ ده بقى موضوع تاني بس انا دلوقتي بيهمني ليفت هاند بلين او رايت هاند بلين خلاص كده؟ بص يبقى انا عندي دلوقتي تعريف البولز والزيروز. الزيروز هي اصفار النيوميريتور البولز هي اصفار الدينوميريتور خلاص كده؟ بعرف حاجه اسمها الاس بلين بس في البولز والزيروز في حاجه اسمها ليفت هاند بلين بول او زيرو ورايت هاند بلين بول او زيرو خلاص كده؟ على حسب هو يمين ولا شمال. في مشكله في القصه دي؟ تمام؟ طيب يبقى احنا النهارده بس الفريكونسي ريسبونس اتكلمنا على ايه؟ مش هطول عن كده. اتكلمنا على اول حاجه اللي هو الجين نفسه ده بيبقى فيه بيتناسب مع الفريكونسي او ليه علاقه بالفريكونسي يعني. بعد كده شفنا البول دايجرام ازاي بنرسم البول دايجرام كاربع اشكال رئيسيه اللي هو الاس والاس سكوير كل واحد على اس كل واحد على اس سكوير صح كده؟ وبعد كده شفنا يعني ايه بولز وزيروز خلاص؟ هي مشكله كده؟ تمام؟ كده احنا ما طولناش قوي فيهم يعني قلنا بس ايه مقدمه عنه ماشي؟ واضح الكلام ده؟ تمام؟ يعني حاول تفكروا في الموضوع ده بس لحد المره الجايه عشان ايه؟ انا هعيد طبعا بس مش من الاول خالص يعني ممكن ابدا بس من الرسومات وبعد كده نكمل خلاص؟ اتفضلوا.